هاي everybody, how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناه ميس انجليزي. معاده النهارده مع ابطال رابعه ابتدائي وسؤال باراجراف عن first day of school, اول يوم مدرسه من منهج كونكت. I remember my first day of school, يعني انا اتذكر اول يوم مدرسه. I was 6 years old, كان عندي 6 سنوات. I button يعني ارتدي, كنت ارتدي a blue shirt, قميص ازرق, gray pants, بنطلون رمادي, and black shoes, وحذاء اسود. I was nervous, انا كنت متوتر. The teacher was very kind, المعلم كان طيب او عطوف جدا. I liked my school, it was fun, كان يوم ممتع.